بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، هذا الجمهور المتواجد هنا من هذا المساء الجميل. منذ لحظات انطلق الشوط الأول، شوط الإبكار، شوط لا يقل أهمية عن بقية الأشواط، إنما نشبه ساحبة التوقيت والجلاكسي حتى هذه اللحظة لسهيل بن خليفة الحميري، دقيقة 44 ثانية. نتمنى إن شاء الله التوفيق. أذهب إلى محب لمحمد بن المر بن حلوة، النقلة على المركز الثاني سايحة لسهيل بن خليفة بن عبيد الحميري. أنتقل وياكم إلى دمعة لأحمد بن راشد بن محمد أبو إبراهيم، نقلتنا على المركز الرابع تحذير لراشد بن سعيد المدهوشي، وفي المركز الخامس صدفة لعلي بن شخيبط بن علي الكعبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة أيها الإخوة. الله يا محبة، يا محبة الخواريج، يا محبة الناموس، يا محبة الانتصار. يا سلام يا سلام على هذا العرض حتى هذه اللحظة لمحمد بن المر بن حلوة السايعة لسهيل بن خليفة بن عبيد الحميري، وفي المركز الثالث الله يا ثالث المراكز دمعة لأحمد بن راشد بإبراهيم، وفي المركز الرابع هناك صدفة لعلي بن شخبوط بن علي الكعبي. هكذا هي النتيجة. سلام عليكم يا أهل الخواريج، سق الله دارك، سق الله دارك يا أبو جسيم على هذا المال الطيب. تهانينا لمحمد بن مر بن حلوة، المركز الثالث أو الثاني للسيد سهيل بن خليفة برغيد، وفي المركز الرابع مطر بن علي بن يمعة الغنامي. هكذا هي النتيجة أيها الإخوة. دقيقة 46 ثانية. تهانينا والناموس.